السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم. اللهم صلي وسلم على محمد. اليوم عندنا هالغرنوق هذا صغير الحليو ومشكنا مع قولتهم، هذا طال عمره كم؟ 5 متر في 2.5، 5 متر في 2.5، صناعة إماراتية ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا جسد ساحبة من داخل الإمارات، الآن وصلت الحدود، الحين يعني قربت على الحدود، كله ثبات مرة ما شاء الله تبارك الرحمن عليه. طبعا هذا شباكين يجي ومن داخل فيه وانتم كرامة دورة مياه ومطبخ تحضيري صغير بفتح لكم الحين تشوفونه. طبعا مجهز بالخزان، خزان المويه والدينمو مضخ المي هذا، وانتم كرامة دورة المياه. هذا شاور، وهذا الكرسي، وهذا المغسلة، وهذا مطبخ الخدمة التحضير الصغير، وهذا هو من داخل شايفينه. والله يمكن ما في ضوء المغرب، حنا نفتح الستائر. اي زين كذا يمكن اوضح اكثر. مجهز تجهيز كامل، لايتات، افياش كهرباء، برضو هنا في افياش كهرباء فوق، وهذا الكنترول بلل تبع الكهرباء.